واسمح لي بهذه المناسبة لأن تكلمت على السيارات، فيه استغل هذه الفرصة لنصلح الخطأ اللي صدر في الصحافة ليتكلموا على الديازات. تفضل تفضل. شكرا. مهم لان نشوف الصحافه اليوم تتكلم على ان احنا اليوم رانا في الانتقال الطاقوي خلاص، والحمد لله هذا المجلس المؤقر صادق بثقه فيما يخص هذا القانون الماليه، وكذلك فيما يخص السيارات اقل من 3 سنوات. ولكن اليوم احنا ديزل خلاص لازم نفهموا بلي ديزل ما بقاش راه انتقال، نبحث عن السيارات الهجينه والسيارات الكهربائيه، ما تكونش هناك مغالطات فيما يخص ان السيد الوزير صرح بلي ديزل ديزل ان شاء الله لازم نقضوا عليه، لانه مضر يبقى الا للمعدات والحافلات، لان الغالب التقنيه لم نتصل، ولكن بعد 30 سنه ان شاء الله لما لا تغير جذري ونستعمل الهيدروجين الاخضر اللي يكون هو الملائم لكل السيارات. هذا واش حبيت نقول. ولكن فيما يخص الديزل احنا وانتم راكم صدقتوا عليه ما كانش ديزل، اما فيما يخص دفتر الشروط الجديد تاع الوكاله ولا في التصنيع ولا حتى للموان تروازون. ان شاء الله نحاول ان ننتقل انتقال طاقوي، ما تصبحش الجزائر خرده لهذه السيارات التي كل الاتحاد الاوروبي سوف ينتهي من عمليه الديزل من سنه 2030 الى 2035. اذا نفس الشيء لازم احنا ثاني نرافقوا اقتصادنا بالدخول الا الاشياء التي تكون صالحه للبيئه. وشكرا سيدي الرئيس.